السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب سنة أولى ثانوي أدبي وعلمي. في نهاية السيكونس اللي فاتت للدرس اللي درتهم لكم، عندنا فقرة هي إنترنت. حبيت نعطيها لكم برك أونكاو يكونوا يعطيكم تعريف الإنترنت أو advantages of internet. عندنا إنترنت. I think that internet is a very useful invention. First, it is used to know about other cultures. يستعمل باش نعرفوا على الثقافات الاخرى. Search for information. يستعملوا ايضا للبحث عن المعلومات. Send and receive messages in short time. بعث الميساج في وقت قصير. Secondly, we can use it for in order to play games. In order to have درس اللي درناه داخل ها. In order to play games and look for jobs. يرون jobs. Thirdly, it allows us to correspond, study and solve scientific problems. يخلينا نقدر نتواصل ونقرأ وندرس. Finally, I believe that it is used to read electronic newspaper and find friends from all over the world. أيضا نقدر نستعمله كوسيلة للتواصل مع الناس في كل العالم. هذه نهاية السيكونس الأولى، هذا الواحد. السيكونس الثانية تبدأ من how to write an email. حين نتعلمه كيف نكتبه email، عندنا هذا التكست اللي هو email وحدة لقيت الادريس تاع وحدة في الانترنت، راح تتواصل معها. هنا تعرف بروحها، هنا تحكي على الاكتيفيتيز تاعها، الديلي اكتيفيتيز تاعها، هنا تعرف بالعائله تاعها، وهنا على الكافي تاعها. ومن بعد نتوما ديروا ايميل زيو. درك لازمنا نعرفوا اولا كيف نكتبوا ايميل، كيف يكون ايميل. كي يعطيك تكتب على ايميل لازم تكون بالطريقه هذه، دير فروم، تكتب مثلا الايميل تاعك لهنا. اوكي، يور ايميل هير تو الايميل تاع العبده اللي حين تكتبوا لها، مثلا بعد تردوا على كيرسي هذيك. سبجكت، موضوع الايميل، هادو ما تعمروهمش، واصلا تحبوا ما ديروش مش لازم. دير تكتبوا النيم تاع اللي بعتين له، كي تخلصوا تكتبوا النيم تاعكم. هنا نيم اللي حنبعثوا له الرساله، دير فلان، وهنا نكتب النيم تاعي، مثلا نكتب كوثر. اوكي، هذا شكل الايميل كيفاه يجي. الدروس اللي دخلتنا في هذا الواحد، هو اول درس يعني ومهم، هو frequency adverbs. frequency adverbs وش هما؟ frequency adverbs هما these adverbs نحطهم في الجملة باه نقول كم مرة اقوم بالفعل، ولا كم مرة معتاد اني ندير هذاك الفعل في اليوم، في السنة، في الشهر، تفهمنا؟ عندنا frequency adverbs، عندنا من never حتى always. okay، بالنسبة معناتها never جامي ندير الحاجة، rarely نادرا، seldom في أحيانا، occasionally في مناسبات محددة، sometimes في بعض الأحيان، often قل من غالبا، often قل من غالبا، معناتها هنا نديرو 0%، 10%، 20%، 30%، 40%، 50%، 60%، 70%، 100%، يعني الفعل ديريه دايما. هنا هادو never ابدا، rarely نادرا، seldom و occasionally و sometimes، عندهم نفسها بالترتيب، هادي كتر على هادي وهادي كتر على هادي، يعني قداه مره ندير الحاجه. often في غالب الاحيان، normally generally غالبا usually مثلا ندير الحاجه قل من always، مثلا كان always نديرها كل يوم، هادي نديرها مثلا نهار بنهار. اوكي، و always معناتها دائما. اوكي، دركا كيف يتحطوا هادو frequency adverbs؟ القاعدة تقول subject plus frequency adverb plus verb. تفهمنا؟ نقول she rarely goes out in weekends. she rarely goes out in weekends معناتها نادرا ما تخرج إلى الخارج في نهاية الأسبوع. she generally gets up quite early. في عموم الأحيان تنوض بكري. she always go to school by bus. she always go to school by bus. دائما تذهب الى المدرسة بالباص. لذلك عندنا she always go هنايا subject plus frequency adverbs الا مع to be.
إلا مع توبين حطوا subject بعد auxiliary بعد frequency adverb. I am always ready to help you. Okay. هنا القاعدة تقول subject plus frequency adverb plus verb. ولكن مع توبين حطوا بستعم بعد حط frequency adverb تاعي. هنا نقول she always go to school. I am always ready. هنا جي توبي ومبعديتك frequency adverb. كان هنا يها frequency adverbs. هذه frequency adverbs. هنا نحطها توبين حطها حطوا بين بعد frequency adverbs وكي تعود الverb مثلا go I always go to school she is always already دركا عنا task 4 هي انك تسقصي هذا صديقك تسقصي على دي زيتاب يديرها في اليوم. What is the time you get up early in the morning late in the morning around 7 or no هو يجاوب تفهمنا. How do you go to school How do you go to school? عنا on foot, by bus, by... Okay, تدخلوا عليها frequency adverbs. مثلا, I always get up early. I generally go by bus. How often do you eat at school? I never مثلا eat in school. Rarely. I rarely eat in canteen school. قده مرة ديروا الحويج هادو. أنا دائما أنهضوا باكرا. أنا how often do you go... How do you go to school? مثلا I always go to school on foot ولا by bus. How often do you eat school canteen? I always eat on school canteen. دائما. How often do you revise your lessons? Can I every day? Can I twice a week? Twice a week? Any other? هنا تستعملوا كم مرة من هذوك اللي درناه من never حتى rarely. من never حتى always. مثلا I rarely revise my lessons. I always revise my lessons. How long do you study in the morning? من 8 ل 12. تخرى دائما من 8 ل 12. من 8 ل 11. من 9 ل 11. مثلا نقول I always study from 8 to 11. How long are you staying in secondary school? كم راح تقعد في secondary school until next year? راح نقعد للبكالوريا ولا راح نقعد للعام الجاي فقط. تجاوبوا هذو اجابات سهلين ماشي حاجة. ماشي تاسك صعيبة. بعد نرجعوها حنايا. لازم ترجعها فقرة. قال لك تبدأها كيفه. Report your finding about regular activities in class. حميد is تستعمل frequency adverb مثلا بهجي. حميد generally gets up around 7 o'clock. He always go to school on foot. He studies from 8 to 12 in the morning. He never eats in school canteen. هذا اقتراح من عندي. قدر هادو generally will always يتبدلوا ولكن فقرات تجي هكا. He never eats in school canteen. He usually revises his lessons. He is staying in secondary school until the baccalaureate exam. Okay. هذا اقتراح للفقرة اللي يقول لك ديرها من هذا الإجابات اللي راح يجاوبهم أحدهم. قدر الأستاذة دير إجابات مختلفة يعني ولكن طريقة الفقرة تجي هكذا. Okay. الآن عنا degree adverbs ولا adjectives. Degree adverbs and adjectives. عنا هادو أحيانا نزيدهم من الادجكتيف باه نبين الادجكتيف هذيك كبيرة بزاف ولا صغيرة بزاف. كبيرة بزاف ولا شنو نزيدو not very a bit rather quite or very extremely. Okay. نديرو not very a bit rather quite or very or extremely. Okay. مثلا نديرو degree adverb نزيدو هاد الادجكتيف ولا الادفيرب تاعنا مثلا very angry تساوي furious very angry تساوي furious. هذا هو تمرين في الباج 23 الباج 23 ها هي الاول هو يعطيك دي زادكتيف اوكي ها very angry very small very bad و very cold وانت تجيب لادكتيف تاعها محدده حنا زايدين لها very حنا نجيبو لادكتيف تاعها محدده واش عندنا degree adverbs very angry عندنا furious Very small, tiny. Very bad, terrible. Very cold, freezing. Okay? Adverse degree اللي عندنا مثلا نقول quite cool. Quite cool time. Quite معناتها كيف نقوله؟ حاجة لا بأس بها. كمية مساعة. Not at all, أبدا. Not very, ماشي بزاف. A bit قليل. Rather, أحيانا. Very كثيرا. Extremely هي أكبر واحدة معناتها نبدأ منا ناقص حتى نجي هنا زايد ناقص زايد بالترتيب عندنا not at all not very a bit rather quite very extremely هذه كتعود ما كانش خلاص الحاجة وهذه كتعود كاينة لدرجة كبيرة منا ونمشي وكيما مشينا في frequency
adverbs.